مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا عدد كبير من القصص ديال الأستاذة زين خيار، محامية بهيئة الضالة البيضاء. مشاهدينا الكرام، طلب عدد كبير من المغاربة أنه هذه قصص للعبرة وفيها إفادة كذلك. غادي نشوف مع الأستاذة قصة اليوم. أستاذة، السلام عليكم أستاذ يوسف. إذا كان ممكن تعاودي القصة ديال اليوم، تفضلي. شكرا أستاذ يوسف، كما تعهدنا كنشكركم ديما من هذا المنبر. أنا كانت واحد القصة من القصص اللي هي بانت لي شوية غريبة. كانت مدة ديال 30 سنة تقريبا، سيدة على كانت يلاه عندي 10 سنين في المهنة. كان جا عندي ولد وكيل العام، ولد وكيل العام واللي مجوج بنت وزير. من الليل وذاك وكيل العام ولا من بعد كاتب العام ديال وزارة العدل وعائلة ميسورة، وهذا كان دار واحد المشروع، دار تيبيع الماتريال ديال الطب. دار ديك الساعة خد من عند، دار اتفاقية مع واحد الشركة إيطالية على أساس تجيب لي الماتريال. عطاها شيك فيه مليار. إذا عطاها شيك فيه مليار الشركة على أساس يقدموا فورا، لان عطاتو شيك على اساس راه عنده الفلوس في البنك، لان ما كانش عنده ذاك المليار، قالت يمكن حتى الربح ونعوضهم هذا. المهم ملي تعطل عليهم في الاداء وما يديو الشيك لواحد الزميل على اساس يقدمو السيد الوكيل الملك على اصدار شيك بدون رصيد. فعلا كان واحد الزملاء اللي هما كانوا قدام وكانوا اصدقاء ديال الوالد ديالو، بما انه كان الوكيل العام كان معروف في مدينه الدار البيضاء وحتى في الرباط، لان كان كاتب العام ومراسو بنت وزير. مشاو عنده قالوا لي غنمشيو عنده نتفاهموا معاه على داك الشاك. عيط عليهم كتب لهم رساله، حيت كنا بكري كان ما كانجيش واحد يجيب لي الشاك وكنقدمو، لان تنديروا الصلح بعد اولا تنكتبوا لي انذار، حتى لما جاش عاد كناخذوا الاجراءات اللازمه. في الغالب انا كنت لدرجه ان على ذكر هذا الشيء، كنت واحد المره انا واجبي واحد السيد شاك في 40 مليون. قال لي في الحقيقه هذا السيد انا عطاني عطاني قالت لي 5 مليون، 40 مليون راه 35 مليون عطاه لي وعطاني. قال لي ها هو الشيك فيه راك راه عطاني، انا كسبت السيد. قلت لي راه سميتو راه قال لك انا مخلص ما يمكنش السيد قال لي كيتسالو 5 مليون ماشي 40 مليون. عيطت لي قلت لي راه هذا الشيك فيه 40 مليون، ملي قلت لي غتجيب 5 مليون كيتسال. داك السيد فرح، بقى تيفرح، قال لي شكرا لك، وكان الناس كلهم بحال هكا، قلت ما نزيد من والو، 5 مليون هكا الشيك ديالك خطو عطي. فعلا شكرني بزاف وعطاني شي اتعاب مزيانه. غنتم الكلميف ديال الوكيل، ولد وكيل العام اللي مشى ديك الساعه عند هو الزوجه ديالو، لانه هما بروتوكول بين ناس راقيين وقاريين في مدارس عليا، بما ان عرف بنت اولاد عائله. قال لي ديك ولد السيد وكيل العام قال لي نعطيك هذاك الشيك نشوف هذا المونطون، يوم اللي شدو ينضغو جاي متفق هو مرتو، نضغ الشيك كالو صرطو المحامي وحل ما عنده ما يدير. والمحامي مازال ما دارش الدعوه. والمحامي حيت خاص الشيك الاصلي، حيت كتدفعي الوكيل الملك الشيك الاصلي، هو باغي يدير الصلح مع 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 ولد الوكيل العام. جاي على اساس الصلح، ولكن هو جاي في راسه باش ياكل داك الشيك بهذيك القضيه ديال تطور بزاف. قال لها عفاك استاذ عطاني نشوف داك الشيك بعدا نتاكد منه. الزميل دار فيه الثقه، وين دغ الشيك وكالو صافي. انت علاه ما كتنوبي ديك الساعه؟ على الولد. كنوب على الولد وعلى والولد ملي بغى يدير هاد الحيله كان قالها لك ولا ما قالها؟ ما قالهاش ليا، قال لي راه صفت لي المحامي الزميل ديالي، قال لي راه صفت لي على اساس واحد الشيك، قال لي اجي ندير معاك صلح. وفعلا مشى على اساس يدير صلح، ولكن هو في راسه اش باغي يدير. ملي مشى عند الزميل تايق في الباب مزيان قدو فلاش تايق فيه بزاف، ما يمكنش غادي يتصور هذا الشيء. اذا من هذا المنبر راه كنقولوا بالنسبه للزملاء ولا بالنسبه لاي واحد، ما يديرش الشيك الاصلي، ما يعطي ما يوريش شي واحد، لان يقدر يوقع لك شي انت غتشوف بحال على الموكل. هنا استاذه انت ملي وقع هذا الموقف قدامك،
اش درتي وكيفاش وليتي انت هذيك الساعه قدام داك الزميل اللي معاك اللي هو كينوب على الشركه وانت الموكل ديالك لا شيك، يعني ما كاينش الدليل من الشيك، مازال ما وصلش للمحكمه اللي المحكمه بطبيعه الحال تعطيك النسخ، تيكون كتكون المحكمه هي امينه على الشيك الاصلي، هنا مازال ما وصلوش للمحكمه. لا باغي دار بغي يدير مع الصلح. نعم يعني درتو الصلح، الا ما توفقتوش غتمشيو للمحكمه. ملي صرات هو الشيك الموقف ديال كي كان قدام الزميل اللي معاك في المهنه؟ ما مشيتش معاه، ولكن ملي قال لي هذا الشيء صافي ما بقاش كنثق انا، ما يمكنش دابا الشيك. كان عندنا شي كارني تشيك بعد خلاص، واحد النهار كان عندي لي شيك سون بروفيزيون ديال واحد الشركه طوالي، درتهم في الملف، كان ولدي كان عنده شي حفله في المدرسه دايرهم في الملف، انا هابطه باش نشارجي التليفون، واحد الشفار داز من لانتيردي، مي داز من لانتيردي، انا هز الشيكات راه نسيت بان عندي، راه عندي في الملف طبيعي اش عندي في الصاك، ملي انا بقوت الخلعه دوك الشيء كان فيهم 40 مليون بقوت الخلعه، ما بغيتوش يدي لي الفلوس، غادي يقول لي نحل انا مع الموكل، غادي يقول لي مشيتي تفاهمتي مع الناس عطيتهم الشيكات ومشيتي بعتيهم ولا شي حاجه، غنولي انا فورطه مع النقابه، انا ما عقلتش صاحبي اش دايره الصاك تما، دايره الشيكات في الصاك، لدرجه انني طحت وبغيت نضرب الشفار برجليا والماء امام الملا، واش بدا سيف ديسانت سيف ضرب لي الساك ودا الساك، وانا صحابني دا الشيكات تحت ما كانش في الطاكسي حتى واحد، في الاخر فرحت لقيت دا الفلوس ودا لي لاكارت ناسيونال دا شي حوايج تما، هنا فاش كان فرحت من لي الشيكات بقاو، لان غتوقع لي ورطه، لان بزاف الزوالة وقعت لي فيما يخص الشيكات هاد الحاجه، اذا خاص الانسان يتابع الشيك الاصلي حتى الوثائق الاصليه، بعد خرج انا الوثائق الاصليه ما نخشيش في الكارطه ولا في الصاك كنخبيها هنا، ولا لانني كنخاف، اللهم تشري لك الفلوس يمشيو لك وثائق الناس، لان صعيبه هذا من هذا المنبر باش نعطي الناس حتى العموم توعيه بان شي واحد يقدر عطاك شي شيك ويجي يقول لك انا نشوفه، يقدر يدير به اي حاجه ولا يقطعوا عليه لوحه. هاد القصه الاخرى اللي عطيتينا ديال المليار، من بعد ملي وصلت الشيك حاولتي تسولي على الموضوع باش تسوات الوضعيه، مازال باش تفك هذا المشكل؟ ما تفكت المشكل صافي، هو دليل ما بقاش، ما بقى لا دليل لا والو، الاستاذ بقى واحد مع الطاليان صافي، سهل الموضوع بقى عنده حتى مشكل. وهاد الاب ديالو الوكيل العام وهادو الشيء داز عليه 30 سنه باقي في الحياه؟ لا مات، توفى، كان وكيل العام، وكان ديك الساعه ولا ثاني كاتب عام ديال وزاره العدل، ومن بعد كبير خد التقاعد ولا عدول، ومن بعد مات الله يرحمه ويوسع عليه. استاذ شكرا لك، عطيتينا مجموعه من النقاط اللي مهمه في الظاهره ديال الشيكات، وكذلك بغيت منك اذا كان ممكن كاضافه، الشيك وثيقة بنكية لا تعطى على سبيل الضمان، والشيك وثيقة بنكية قابل للصرف في أي وقت، الناس تجهل شي أمور في الشيك، البعض بطبيعة الحال إما المغاربة راه ملمين بالقانون، النصح ديالك الناس على ظاهرة الشيكات، ملي كتجي كتعطي شيك، حتى في شركة كراء السيارات وهذا كيقول لك الشيك ضمانة، والشيك لا يعطى على سبيل الضمان، هذو إشكاليات كبرى كيتهددوا الناس فيها في السجن، والشيك الاعتقال مباشرة، إلا ما عندكش المؤونة الاعتقال، الخطورة الشيك، النصح ديالك للمغاربة في المغاربة، لأن الشيك أداة وفاء، يعني خاصو يكون عندك بحال فلوس، راه عندك، أما لا عطيتيها لشي واحد على سبيل الضمان، حتى ذاك اللي خد الشيك على سبيل الضمان يقدر تا هو تورط فيها، لأن خدتي الشيك على سبيل تقدر دير به شكاية ويقدر تعتقل، لأن الشيك ما كتعطاش على سبيل الضمان، أداة وفاء، عطيتي فلوس، الفلوس هذو حتى هذوك اللي كياخذوا على سبيل الضمان كيقدروا نديروا بهم شكايات وكيقدروا يدخلوا السجن ويتورطوا. وقعت لي يعني انا درت شي شكايات في شي وحدين، انا كنت درت واحد المره شكايه، لا كان عندي واحد الموكل ديالي كان خدام مع واحد كيدير داك الشيء ديال تيسلف بليزانتيري، وهو عنده محل في القريعه، وكان تعطي الشيكات على سبيل الضمان. هذاك السيد ملي انا الموكل ديالي انا كتب لي عطاه بان دار بان عطاه شيك على سبيل الضمان، ناض هذاك داك الباترون ديالو دار لي دفع لي الشيك، تعتقل الموكل ديالي انا. ملي تعتقل الموكل ديالي انا واحد وقعت غريبه، عرفتي شو وقع في الدميل؟ نظرك كيدوز في 5 ايام، وكان واحد الشرطي تما معروف
كان معروف سميتو، لدرجه ان ما كانش عنده، انا الموكل ديالي ما عندوش، عنده كونت بوكر ولكن ما عندوش كارنيه شيك. مشاو البوليس مشاو تكلفوا جبدوا ليه كارنيه شيك وهو في حاله اعتقال. ملي جابوا ليه الشيك وهو في حاله اعتقال، انا نطعنت، طعنت درت شيك عند وكيل الملك بان هذاك الباترون والبوليس راه دخلوا عنده الجيور لتحت في الكوميساريه وخدوا من عنده كونت بونكير، واش جابوا من البنكه، جابوا كارني تشيك ديالو كتبوه سينا لتحت. ما عندكش حق، هذاك راه تتولي ضغط، هو ما عندوش كونت بونكير تتولي ضغط. البوليس تورط فيها لدرجة أن السيد وكيل العام اللي كان ديك الساعة كان الأستاذ بوبيشر هو وكيل الملك اللي كان، لدرجة أن ملي الموكل ديالي جابوه في الحراسة النظرية، ملي درت أنا شكاية بهذاك البوليس، درت بالبوليس ودرت هذاك اللي كيعطي شكات على صاحب الضمان اللي هو باترون ديالو، درتها لدرجة أن السيد الوكيل طلعنا البيرو ديالو، درنا اجتماع أنا والموكل ديالي وهذاك الباترون والبوليس، ما نعرف سميت البوليس ما بغيتش نذكرها، هو قلمات الله يرحمه، قال لي هذاك اللي كيعطي الشيكات على صبي الضمان، انت هذاك غدير تنازل على الشيك، ما درتيش غتهبط دابا لانك انت كتعطي الشيكات على صبي الضمان. هو يقول لي صبيتي دابا تهبط انت، هو يخرج انت تورطي في هذا الملف. أستاذة شكرا لك، عطيتيني مجموعة من النقط الناس تستافد منها في الشيكات. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا هذه قصة أخرى من القصص ديال الأستاذة زين بخيار اللي تناولتها سنين طوال. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع القصص الأستاذة وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص المسار المهني ديال الأستاذة زينب. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.